بس قربي شوي. ايه سندي ظهرك هلا، مو هيك اريح لك؟ هيك مانك مرتاحة، استني لحط لك وحدة تانية. قربي مشان ما يوجعك ظهرك. جربي هيك. شو هاد مو ظابطة؟ كيف مرتاحة؟ مانك مرتاحة؟ خلص تمام مرتاحة بلا، بس انت كتير عم تبالغ بالموضوع. اذا بتضل هيك 9 شهور بتتعب وبتتعبني. ها مو 9 شهور وبس، يعني حتى بعد ما يجي الولد وتولدي بالسلامة، برأيي وقتها بتبلش الصعوبة. ليش الصعوبة؟ ببساطة بعد ما تولدي رح تصير مسؤوليتي دير بالي عليكم انتو الاثنين، يعني بدي دير بالي عليكي وعليك كمان. كتير بكير، هلأ ما في أي حركة. بس ثاني لا تتدخلي، أنا حابب أحكي معه. طيب رح أسكت. مرحبا بابا، أنا هون. اتفقنا ما تاكلها، تكرم عينها. شو عم بيقول؟ عم يوصيني إنه دير بالي عليك، انتبه على أكلك وما أتركك ابنه. ها وقال لي كمان انه مشتهي كاسة حليب، قال لي روح وجيب لي حليب فورا. يعني بفهم منك بلشنا نق من هلا؟ لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ قلت لك جاي على باله كاسة حليب، رح جيبها وجيب.